عارفين دايما الشيطان بيدخل لنا منين؟ بيدخل لنا من النعم. والله زي ما بقول لكم كده، يخليك تشوف النعمة بشكل وحش، تشوف ولادك أشقية ومتعبين فتنسى تحمد ربنا على نعمة الذرية، تشوف أهلك متحكمين أو عصبيين فتنسى تحمد ربنا على حبهم واهتمامهم، تشوف البيت بتاعك ناقص حاجة أو ضيق فتنسى تحمد ربنا على نعمة السكن، تشوف زوجك متعب وتنسي تحمدي ربنا على نعمة السكنة، تشوف مراتك نكدية فتنسى تحمد ربنا على المودة والرحمة، تشوف شغل البيت متعب وتنسي تحمدي ربنا على نعمة الصحة وولادك اللي بيكركبوا البيت. حياتك ممكن تبقى حلم لغيرك، ما يبقاش اختبارك في الشكر، وتعيش ان حياتك ابتلاء وصبر. اشكر ربنا بدل ما امتحانك يتقلي بامتحان صبر فعلا، وتتمنى ترجع للحياة اللي انت مسميها حياة عادية، وهي حياة فوق العادية بمراحل. قول الكلام ده واللي يحصل يحصل بقى، بس انا هقوله جايز الله اعلم ينقذ حد او يصحي حد زي ما انا صحيت. انا يا جماعة كأميرة كنت يعني ما بصليش، او بصلي ايه يعني في اليوم كله فرد او فردين، كنت مثلا بتلهي وبكسل والحاجات دي كلها. ففي يوم من الايام، بس انا كنت ماشي مش دلوقتي ما بصلي، كنت ما بصليش ماشي بس فايه مهم، واحده صاحبه اختي كانت بتكلمني، كانت هي في جامعه اعلام وكانت بتسالني عايزه اختار مواد ايه اعمل ايه كده، وكنت بكلمها. فاحنا البنت دي اصلا اللايف ستايل بتاعها اوفر، يعني لبس ميك اب كده، يعني عايشه حياتها قوي. المهم فافهم كنت حاسه بالذنب انا مش بصلي، يعني ما تفتكروش ان انا كنت مبسوطه. المهم بس انا كنتش باخد خطوه. في الاذان اذن واحنا بنتكلم، فقالت لي اميره بصي هصلي واجي. قلت لها رحت انا انت بتصلي؟ قالت لي قلت لها قالت لي لا كل للصلاه مش عارفه ايه. قلت لها عندك حق وقفلت. بس الكلمه بتاعتها دي حسيتني ان انا يعني وقحه كده، احساس كده بشع. انا كنت حاسه ان انا واحده بشعه، اللي هو قعدت كده اقول يعني كل الناس اللي انا بشوفهم قدامي دول واتوقع ان هم زيهم زي كلنا مقصرين وهيجي فيهم ربنا، بس لا انا ما اعرفش، هي ممكن تكون انا شايفاها حاجه وهي بينها وبين ربنا حاجه تانية. بتصلي وقريبه من ربنا وربنا هيكرمها في يوم من الايام ويهديها، وانا عمال اقول انا كويسه وما بصليش يعني او بتهاون في الصلاه. حسيت كده ان احنا ان انا لو مت وانا مفكره ان انا مثلا وفلان وفلان زي بعض، الاقي فلان وفلان وفلان راحوا الجنه وبيصلوا واحسن مني بمليون مره عند ربنا، وانا اللي مفكره ان انا اللي مفيش زي اتنين، الاقي نفسي مش عامله اهم ركن من اركان الاسلام اصلا. فحسيت كده بصعقه جات لي، يعني اللي هو لا انا مفروض اتحرك. اوقفي كل شيء من كل شيء، عيشي لنفسك، ادخلي غرفتك سكري على نفسك بابك وليضرب العالم الى الجحيم. الشركه اللي تشتغلي فيها او جهه العمل لن تفلس ان اخذتي اجازه يوم يومين او حتى غبتي. اولادك لن يتشردوا في الشوارع ويضيع مستقبلهم لانك قررتي تهمليهم يوم يومين. زوجك لن ينحرف ويروح يتزوج عليكي لانك قررتي انك تنعزلي وتاخذي وقتك لنفسك. انعزلي، لا تهتمي، كوني مهملة تجاه الجميع. لا يهموني الجميع، أنا مهتمة بنفسي فقط، براحتي فقط، باحتياجي فقط، عشان أقدر أقوم وأكمل. وقفي كل المسؤوليات الآن.